بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من اسرار فويد. والنهارده هنتكلم عن موضوع موجود عند 20% من المصريين. عنوان حلقتنا النهارده وداعا للمسكنات واهلا للتغذيه السليمه والنباتات الطبيه في علاج مشاكل العمود الفقري. العمود الفقري ده اكتر مكانين بيحصل فيهم التهابات شديده، اما الفقرات العنقيه لما كنا بتحرك، او الفقرات القطنيه اسفل الظهر. بقية العمود الفقري بيحصل طبعا فيه مشاكل، بيحصل فيه أمراض، ولكن أقل، يعني نسبة انتشارها أقل. الأكثر شيوعا هي الالتهابات اللي بتحصل في الفقرات العنقية والالتهابات اللي بتحصل في الفقرات القطنية أسفل الظهر. القرص الغضروفي ده يا جماعة عبارة عن ألياف. القرص الغضروفي ده اللي هو الكاوتش، الإطار بتاع الكاوتش ده لازم يكون قوي، ليفة قوية وجامدة. لو الليفة القوية والقرص الغضروفي ده اللي هو الكاوتشة دي حصل فيها ضعف، يحصل انزلاق للقرص الغضروفي ده ويقوم ضاغط على العصب ويعمل فيه التهاب شديد جدا. انت ونصيبك بقى مكان العصب ده فين؟ والله ممكن ايدك اليمين تقف، ايدك الشمال تقف، رجلك اليمين تقف، رجلك الشمال تقف، وانت برضه ونصيبك في الانزلاق حصل ازاي وامتى وتكون ازاي وايه سببه وكام انزلاق حصل. بمناسبه الكتاف، انا عاوزك اقولك على حاجه مهمه جدا. لو في الم جالك في كتفك اليمين دايما تشك في الكبد الدهني. يعني لو جالك الم في كتفك اليمين روح اعمل سونار مع الرنين. لو انت تعمل رنين على الكتف روح اعمل سونار على البطن والحوض عشان تشوف اخبار الكبد ايه، لان انت عندك عصب اما بيلتهب في الكبد بيقوم ردد على طول في الكتف اليمين. طب لو جالك الالم بقى في الكتف الشمال، هنا بقى يا سيدي تشك في مشاكل القلب. فلو انت عندك الالم في كتفك الشمال هتشك مع الالم ده مع الانزلاقات العنقيه اللي انت ممكن يكون عندك لا قدر الله حاجه في القلب. ضعف الاعصاب اللي بيحصل بيضعف العضلات وبيضعف كمان الاربطه بتاعت الركبتين، فبالتالي بيزود الطين بله في الخشونه. العمود الفقري ده فيه مكونات، اي التهاب في اي مكون من العمود الفقري ده يحصل الم شديد جدا في الظهر. يعني انت عندك في العمود الفقري ده في اربطه وعضلات، لو حصل ضعف ولا حصل التهاب في العضلات يقوم يحصل ايه؟ يحصل الم شديد جدا. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، عندك غضاريف ممكن يحصل لي الم شديد جدا ويحصل لي انزلاق غضروفي. لو انت عندك ضعف في الاعصاب طبعا ممكن يؤدي لانزلاق غضروفي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا مرض بيعمل ضعف في الاعصاب، زي مثلا السكر. الانزلاق الغضروفي ده مرتبط بشويه امراض كده، كل ما الامراض دي تكون موجوده كل ما الانزلاق ده يزيد جدا 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 جدا. اول حاجه طبعا هي السمنه، كرشك وظهرك منطقي، يعني كل ما كرشك يكبر كل ما الحمل على ظهرك يزيد. يعني رقم اتنين، التهابات القولون. القولون ده ما بيكون ملتهب ما بيحصلش امتصاص لكل الحاجات الحلوه، العضلات دي بتضعف جدا مع التهاب القولون. يبقى انا لو عندي التهاب في القولون لازم ابادر باللي انا اعالجه عشان ظهري ما يوجعنيش. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، الكبد الدهني والمرارة. رقم اربعة، امراض الكلى. لو عندك حصاوي على الكليتين او التهاب مزمن في الكليتين طبعا تلاقي الظهر بيوجعنا. رقم خمسة، لو انا ست وعندي التهابات في الرحم وعندي التهابات في الحوض مزمنة لازم اعالجها، لان التهابات الرحم والتهابات الحوض بترد برضو في الظهر، ولذلك تلاقي حتى الستات الحوامل دايما ظهرهم بيوجعهم عشان القصة دي. رقم ستة، السكر. احنا قلنا السكر يا جماعة بيضعف الاعصاب وبيضعف الغضاريف وبياكل العظم، ياكل العظم وغضاريف واعصابه وعضلات. حمل الاثقال يا عم الحاج، ما تيجي تشيل بعد اذنك، بعد اذنك يعني ما تتنيش كده، يعني ما تتنيش كده وتقوم تشيل الشيلة وتشيل الحمل على ظهرك، لا انزل على فخدك وشيل الحمل على عضلاتك. الحاجة بقى المهمة، اخواتنا اللي بيسوقوا، يابا نيوتن قال لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. اما انت ماشي بسرعة رهيبة وبعدين قمت فجأة ضربت فرملة رهيبة بالعربية، ايه اللي هيحصل؟ الفرملة ده هترد في ظهرك. ازاي عالج الالتهابات بتاعت العمود الفقري باستخدام النباتات الطبية؟ ودي حاجة كده ايه يعني بسيطة كده هنسلك سناننا بيها، لكن احنا لسه هنتكلم في الموضوع ده، لسه هنطول فيه شوية. رقم واحد، سم النحل. سم النحل فعال جدا يا جماعة ملوش حل. رقم اتنين، الكركمين. رقم تلاتة، الوصفة بتاعت الخميرة بتاعت ب12، نص كوباية لبن تكون دافية لانها تفور عشان بس الكوباية ما تدلقش.
واحطهم على بعض واقلبهم واسيبهم 10 دقايق، بعد 10 دقايق هشرب بوظه، حاجه طعمها حلوه قوي 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 ومغذيه بطريقه غير عاديه. بس خلي بالنا الخميره على الرغم من فوائدها الرهيبه لان هي بتزود الانسولين فبتزود الوزن. عليكوا على الرياضه، يلا خد المصادر بتاعه الكولاجين من الكولاجين ومن البيض. اشوفكم على خير، شكرا لكم. ليه انا اخترت الكركمين يا جماعه؟ لان بكل بساطه هو الساحر بتاع الالتهاب، الساحر اللي بيوقف الالتهاب، فبالتالي بيخلي العضو يقدر يتنفس، يقدر يقوم على حيله، يحصل فيه اعاده بناء تاني، يحصل فيه اصلاح تاني. فلازم توقف الالتهاب عشان تقدر اللي انت تعالج المرض.